كل شيء تما. السلام عليكم، نهار جديد وفيديو جديد. اليوم غادي نعطيكم واحد مقتطفات من واحد الجوله اللي درت انا والصديق ديالي، اللي بديناها من تطوان ومشينا لواحد البلاصه اللي زوينه غادي تعجبكم. اللي جا لتطوان خاصو يجي لهاد البلاصه هادي، وهاد البلاصه هادي اللي تتسمى عين الزرقاء. هاد عين الزرقاء هادي جايه عندها جوج طرقان، كاينه الدخله ديالها من جهه كويلما على الطريق ديال واد لو، وكاينه عاوتاني الدخله عندها من بوعنان. ودابا حنا راه جايين على الطريق ديال بوعنان، هادي الطريق ديال بوعنان. ودابا انا غادي تبقاو معايا تشوفوا الطريق ديالها اللي زويونه، فيها مناظر خلابه وزويونه بزاف. وهاد الفيديو هذا غادي نقسمه لكم باش ما يجيش طويل، غادي نقسمه لكم على جوج. دابا انا غادي نوريكم الطريق للعين الزرقاء، ومن بعد غادي نوريكم الزرقاء البلاصه اللي زويونه واللي دير فيها وليداتكم والعائله. قلت لكم شوف ضربوا شي فطور بدل دي تما، ودوزوا النهار ديالكم مزيان، وضربوا طويجنات ديال الشطون ديال الحوت الكروفات ولا كالامار ولا على حسب الشهوه ديال بنادم. ونتمنى ان شاء الله باش يعجبكم هذا الفيديو هذا، وتبارك الله عليكم، بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو.
وفي الحق انتم كما شفتوا الطريق ديال العين الزرقاء كلها بها طبيعة ومناظر خلابة. ودابا اللي جا لهاد العين الزرقاء حنا دابا تنتواجدوا ليها، حنا وصلنا واللي جا ليها راه ما غاديش يندم وغادي يعجبو الحال. وباش ما نطولش عليكم غادي نخليكم في هذا الفيديو هذا، وغادي ندير لكم فيديو اخر باش غادي نوريكم بلاصه بلاصه هنايا في عين الزرقاء فين غتجيو. نتمنى ان شاء الله باش يعجبكم الفيديو ديالي، وتبارك الله عليكم، مع السلامه.